تجديد موقف غينيا بيساو الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والمجتمعات في غينيا بيساو سوزي كارلا بابوسا تأكيد على موقف بلادها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وقالت الوزيرة في تصريح للصحافة مساء أمس الجمعة في بيساو بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة: نريد الحفاظ على نفس الموقف الثابت الذي تم التعبير عنه منذ عام 2015، وهو أن غينيا بيساو تدعم الوحدة الترابية للمغرب لأننا مخلصون لالتزامنا. وأشارت كارلا بابوسا إلى أن زيارة الوزير المغربي تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية ليس فقط على مستويين السياسي والدبلوماسي، ولكن أيضا في مجالات جديدة من قبيل السياحة والصحة. وحسب رئيسة الدبلوماسية غينيا بيساو فإن هذه الزيارة تساهم أيضا في إثبات أن العلاقة مع المغرب تزداد قوة. شكرا على المتابعة، ولا تنسى الاشتراك في قناتكم نقطة ودعمنا بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.